السلام عليكم، مرحبا بكم معي بالقناة، معكم ليلى. نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو لقاكم وانتم بأتم الصحة والعافية. ان شاء الله نحضروا مع بعض تحريشات بالبلبل. هذا الشيء كيجيو رائعين، من السمين بالزيتون وزيت الزيتون، فعلا ولا اروع، وكيجيو فتيين ورطبين من الداخل. انتم كيف كتشوفوا، انتم فعلا روعة. كنتمنى انكم تجربوهم، لانه اكيد غادي ينول استحسانكم. فإلا كنتو اول مره كتشاهدوا لا فيديو او كتزوروا القناه، نقول لكم مرحبا والف مرحبا. انضموا للقناه بالضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. بسم الله على بركه الله، نبداو بالمكونات والطريقه. تابعوا معي الفيديو للاخير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات، فاول حاجه غادي نديروها هي غادي نخليو البلبوله ترقد. عندي هنايا نص كيلو ديال البلبوله مويان، هانتوما كيف كتشوفوا. كنغسلوها مزيان وكنقيوها ونحيدو منها اي تراب كان فيها ولا حجيرات ولا شنو ما كان. وغادي نكب عليها الماء طايب، يعني خص ضروري الماء يكون طايب باش هكذا كترطب لينا البلبوله. فغادي نكب عليها الماء الكافي، خصها حتى تغطى باش كتشرب هذاك الماء. فوالا، تقريبا واحد جوج كيسان بحال هكداك. صافي، غادي نغطيها ونخليها كترقد على الاقل واحد ساعة بحال هكاك. المهم حتى يبان لينا هاد الماء تشرب. صافي، غنغطيها ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نكملو باقي المراحل. صافي، كيف كتشوفو من بعد ما تشربات هاديك البلبولة وضعف الحجم ديالها، كيبقى فيها شوية ديال الماء، ماشي مشكل، لانه اصلا مازال غادي نزيدو معاها سميده رقيقه. دونك غنزيدو هنا واحد المعلقه صغيره ديال السكر، ممكن تفاداو بالنسبه للناس اللي كيعانيو من السكري، مع انه ما استعملناش بزاف، يعني ما غاديش يشبعن. غنضيفو كذلك الملح حسب الذوق، معلقه صغيره ديال الخميره الفوريه او خميره الخبز، واحد الساشي ديال خميره الحلويات من وزن 800 غرام. عندي هنا تقريبا واحد نصف كاس من زيت الزيتون، هاد الكحولة غير ديال الزيتون الاسود، لانه اصلا كنكون مرطبة فيه الزيتون، دونك هاد الكحولة غير ديال الزيتون. صافي، غادي نخلط هادشي كامل مع بعضو، وغادي نبدا كنضيف السميدة. بالنسبة للسميدة كيبقى على حسب الخليط، فكتهز لينا تقريبا واحد جوج كيسان ديال السميدة بحال هكداك. غادي نبدا كنضيف دابا السميدة. فانا نعبر معكم بالكاس باش تعرفوا بالضبط شحال هزات. فهذا الكاس الاول، اوكي، وهذا الكاس الثاني، وغادي نحاول انني نخلط. وما تنساوش راه السميدة حتى هي كتشرب الماء. وغنضيف الكاس الثالث، دونك هنا ضفنا ثلاثة ديال الكيسان. صافي، غادي نخلطها كيف كتشوفوا على هذا الشكل، وغنضيف ليها الزيتون ونخليها ترتاح واحد 10 ديال الدقائق. هانتوما هكذا كيخص الخليط يكون، لانه السميده مازال غتشرب. فنضيف كيف قلت لكم الزيتون ونخليها ترتاح مره اخرى واحد 10 دقائق، عاد غادي نبداو كنطيبوها. اذا بعد ما كتشرب هذيك السميده، عندي هنايا بلبوله رقيقه هي فاش غادي نقرص، اوكي، تستعملوا حتى السميده الا ما بغيتوش تستعملوا البلبوله في التقراص. صافي، غادي ناخذ واحد الكميه بحال هكا ونقرصها اكثر في البلبوله، وغنستعمل هاد دو سيركل. هذا راه تيكون خاص بالحرشه، راه متوفر، الثمن اللي هو رخيص بزاف وكيسهل علينا حتى الخدمة. صافي، نحاول انني نغرسها مزيان ونقادها ونخليهم كيطيبو على عافية، اللي تكون نيلة يعني بين وبين، ما تكونش مجهدة باش ما يتحركوش، وما تكونش عاوتاني خفيفة بزاف باش ما يجيوناش قاصحين. صافي،
نكمل بنفس الطريقة وبنفس الأخر حتى نكملهم كاملين ونحسو بهم تحمرو ونقلبوهم من الجهة الثانية حتى كيكملو الطياب ديالهم. صافي كيف كتشوفوا هكذا ملي كنحسوا بها بانه تحمرات من الجهه الثانيه كنعاودوا نقلبوها وبنفس الطريقه كندير مع الحريشات كاملين. صافي غنستمر على تشكيل تنكملهم كاملين ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش تشوفو الشكل النهائي ديالهم. اذا كيف كتشوفو فهاد هو الشكل النهائي ديال الحريشات اللي حضرت معكم اليوم. كيجيو على الشكل كيجيو رائعين وفتيل من الداخل رطبين فعلا غادي يعجبوكم بزاف الا جربتوهم بهذه الطريقه. غادي نفتح لكم واحد الوحيده باش تشوفوا كيفاش كتجي رطبه من الداخل. هانتوما كيف كتشوفوا روعه روعه روعه. كنتمنى انكم تجربوا لانه اكيد اكيد غتعجبكم. كذلك كنتمنى الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلي لايك والبارطاج ما بين الاهل والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي. ولا كنتو مازال ما اشتركتوش مرحبا بكم، انضموا للقناه بالضغط على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. شكرا بزاف على المتابعه. الى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.